بال2001 بتذكر كان عمري 11 سنة. أهم حدث وقتها بيصير هجمات 11 أيلول سبتمبر، لما تحول مسار 4 طائرات مدنية حتى 3 منهم ينجحوا بضرب برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن. الحدث غير مجرى السياسات الأمريكية ضد العرب والمسلمين. بتذكر جملة ما بنساها نهائيا، إن الشرق الأوسط قبل 11 سبتمبر مش حيكون نفسه بعد 11 سبتمبر، وهيك صار. ظهور الفيسبوك شكل ثورة إلكترونية عام 2004، منبر للتعبير بالكلمة والصوت والصورة. أهم نتائج هالثورة الإلكترونية هي الربيع العربي، حتى العربي غيروا أنظمة ويقولوا إنهم مش عبيد. خبر جديد ب 22 فبراير 2017، وكالة نازا الفضائية كشفت عن وجود 7 كواكب صخرية مشابهة للأرض وبتبعد عنا 40 سنة ضوئية، وفي إمكانية لوجود الحياة والمياه على سطحها وبتدور حول نجم بارد.